الاستاذ جواد الحمري عضو المكتب الاقليمي التنسيقيه المحليه الاسدي الفرض عليهم التعاقد مديريه طنجه اصيله. نحن اليوم جئنا للولايه بعدها الى المديريه الاقليميه استكمالا البرنامج النضالي واستمرارا في البرنامج النضالي الذي استرته التنسيقيه الوطنيه الاسدي الفرض عليهم التعاقد الذي يهدف الى الضغط فرض مزيد من الضغط على الجهات الوصيه على قطاع التربيه والتكوين لتجد حل منصف وعادل لقضيه الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، وذلك من خلال ادماجهم في اسلاك الوظيفه العموميه نسوه بزملائهم المرسمون قبل 2016. هذا الشكل النضالي ايضا جاء ردا على ما تعرض له زملاؤنا وما تعرض له الاساتذه المفروض عليهم التعاقد في شوارع الرباط ايام 6 و7 ابريل 2021 من قمع وضرب ورفس واعتقالات، ايضا المتابعات الكيديه والمتابعات الصوريه التي يتعرضون لها في محاكم الرباط. لذلك من هذا المنبر احب ان اوجه مجموعه من الرسائل، هذه الرسائل احب ان تصل الى وزاره التربيه الوطنيه وهي كالتالي: ليس لديكم من حل ومن متسع ومن حيله الا ادماج الاساتذه الذين نفرض عليهم التعاقد. ايطاليه من داخل هذا الجمع المبارك، كما يعلم الجميع على ان الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد وفي اطار تفعيلهم لبرنامجهم النضالي كانت وقفات ومسيرات من داخل الرباط. هذه المسيرات المشروعه والعادله التي من اجل مطالبه بحقوقها، حقوق ماديه وديمقراطيه، من اجل المساواه بيننا وبين الزملاء ديالنا من داخل هذا القطاع. التعليم ان يراهن على ان هذه القضيه ديال التعليم هي قضيه سنه او قضيه سنتين او قضيه هي كلمة ماشي جوش هي ولادي النضال من حق ولادي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.